قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عبر إيش؟ عبر الريموت المكيف يا أخي. أنا لما أريد أن يطفي المكيف ماذا أفعل؟ ريموت كنترول. احيانا بالتوقيت. وبالتوقيت احسنت. يعني يحط الساعه الفلانيه الساعه 12 ونص تطفى، فاهم؟ قال فاهم فعلا 12 ونص يطفى. وايضا تنوع المآكل، اصبح الناس الان اللحم يقدم لك في اصناف متعدده، الشراب يقدم باصناف متعدده، العصيرات انواع متعدده، وبالتالي من الطبيعي ان يظهر فيهم السمن. لذلك احيانا طبيعه الحياه الاخره هي أو الحياة المتأخرة التي نحن فيها اليوم في آخر الزمان هي التي تجعل من طبيعة الناس أن يخرج عندهم شيء من هذه الأمور. طيب دعني قبل أن يظهر عنا الوقت أبين لكم أيضا مسألة مهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا أشراط الساعة كأنه يحذرنا من فتن ستقع في آخر الزمان، فيقول عليه الصلاة والسلام مثلا أنه يأتي على الناس زمان مثلا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فلما يسمع الإنسان هذا التقلب الإيمان عند الناس وأن الإنسان ربما يفقد إيمانه في ليلة، تجد يقع في قلبه نوع من الرغبة في التمسك أكثر بالدين، ويقول يا أخي نحن في آخر الزمان، الواحد يخشى من أن يحصل له كذا وكذا. وكذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قال أنه تفشو فيهم التجارة، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنواع من التوجيهات للناس. يبدأ الواحد يقول والله فعلا نحن في آخر الزمان فشت التجارة، إذا ما هي توجيهاتك يا رسول الله لنا لما تفشو التجارة؟ فيقول من غش فليس منا، كما جاء في أحاديث كثيرة يقول لعن الله الراشي والمرتشي إلى آخره. فإذا عرفت أنت هذه العلامات في آخر الزمان وفقت إلى ذلك. أخيرا من أهم الأمور أيضا المتعلقة بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر الزمان بشائر لنا، يعني من ضمنها مثلا قال تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. يا أخي أنت لما تسمع هذا الحديث ثم ترى مثلا تسلط اليهود على فلسطين على قتلهم لإخواننا هناك، ترى أحيانا تسلط أنواع من النصارى الظالمين على إخواننا سواء في العراق في أفغانستان في الشيشان في غيرها من البلدان، توقن أنه ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في آخر الزمان أن الإسلام سينتصر وأن الإسلام سيظهر، خلاص إذا نحن يقع عندنا نوع من الأمل، ما يفقد الواحد الأمل في دينه. ويعلم حتى لو جاءك إنسان وقال لك والله الإسلام مهزوم، شوف يا أخي إيش اللي يقع في فلسطين، انظر ماذا حصل في العراق، انظر ما تقول. نعم، لكن ترى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أننا نقاتل اليهود، أن الإسلام يظهر، أن الدين ينتشر، أنه يصبح أتباع الدين يزيدون، وأنه قال عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وقال صلى الله عليه وسلم أنه لا يذهب الليل والنهار حتى لا يدع الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذلي. فلما تحدث بشيء من أشراط الساعة التي تقع في آخر الزمان بلا شك أنه يزداد إيمانا ويزداد أيضا تمسكا بذلك. كنت بتسأل؟ إيه نعم. شيخ ذكرت أنه بعد آخر الزمان يكثر يمسي مسلم ويصبح كافر، وذكرت النقطة اللي بعدها أنه انتصارهم على اليهود، كيف نقدر نربط أنه ممكن يقلون المسلمين فكيف الانتصار؟ ممتاز، هذا سؤال ذكي عبد العزيز. طبعا في آخر الزمان يتنوع الناس، الإسلام كله يحصل له انتصار كبير، لكن يبقى أن من أنواع من الناس يحصل لهم نوع انتكاس على الإسلام، ولا الإسلام في العموم يحصل له انتصار وظهور، وترى هذا الظهور بدأ من الآن، يعني الآن كثرة المساجد حتى في الدول الأوروبية، يعني مثلا بعض البلدان في أوروبا يا جماعة سنويا يرخص لأكثر من 100 مسجد جديد، وفعلا تبدأ تكثر المساجد عندهم ويقبل الناس عليها. لكن يبقى أنه مع كثرة الفتن قد يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. أنا أعطيك مثال، ربما أمسى واحد كذا المغرب أو بعد العشاء جلس على الإنترنت ثم جعل يقرأ، دخل إلى موقع يتكلم عن الإلحاد مثلا، أو يتكلم في التشكيك في وجود الله تعالى، هل الله موجود ولا غير موجود ولا غيره، وبدأ يقرأ هذه الفتن وهذه الإشكالات والشبه وهو أصلا غير محصن في داخله، يعني هو أصلا ما عنده معلومات، فربما جاء هذاك وكتب وقد قال تعالى فويل للمصلين، كيف يقول صلوا بعدين يقول ويل للمصلين؟
ايش التناقض هذا؟ فاذا كان صاحبنا ما يعرف تكمله الايه، الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الويل والعقوبه لنوع اللي هم غير مصلين حقيقيين، هم ناس يتلاعبون بالصلاه. فاذا ما كان عنده معلومات بدا يقول اوه اذا انا اصلي انا ورطت نفسي، اوه ايش الشبهه الثانيه الثالثه، فبالتالي يمكن يصبح كافرا تاركا للصلاه. يا عبد العزيز انا اسال شيخ، احنا ايش موقفنا من الفتن الان اللي موجوده هذه؟ احسنت. اين جميل، وهذا ايضا امر مهم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر اخر الزمان وذكر ان يخرج انواع من الفتن، احيانا فتن يا جماعه، احنا لما نقول فتن لا ينبغي ان يكون في فكرنا فقط فتن، اوه قصد الشيخ انتشار الزنا، انتشار الخمر، انتشار، يا جماعة الآن في فتن، في الشبه التي توقع على الناس، جعلت بعض الناس من المسلمين ربما وقع في الإلحاد، وبدأ يقال من قال لك إن الله موجود؟ لو كان الله موجود لحصل كذا وحصل، ويبدأ يشكك في الدين، في الدين فعلا. هذه ترى فتنة أعظم من فتنة واحد شرب خمر ولا وقع في فاحشة. موقف الإنسان من ذلك إنه يتمسك بدينه ويصاحب الأخيار ويحرص على تعلم الشريعة، كلما حرص على تعلم الشريعة صار عنده نوع من التمسك. سيأتي معي إن شاء الله تعالى بيان لهذا، كيف كان السلف لما صار عندهم تمسك بالشرع كيف صار عندهم صيانة داخلية في ضد هذه الفتن. أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا نشكركم، وفاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله، صلى الله على نبينا محمد. نعم، نتكلم في برنامجنا هذا عن أشراط الساعة إيمانا بها وتصديقا لخبرها واستعدادا للقياها. إذا استقر الإيمان بها أدت بالعبد إلى أن يعمل لذلك أعمالا، ولهذا أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن نستعد لنهاية العالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعدون للقائه جل وعلا، وأن يزيد إيماننا بالغيب، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجنا نهاية العالم. محمد بن عبد الرحمن العريفي.